فاهم الناس ايه اللي كان حاصل خلال الجلسه والفكره نفسها فلسفتها قايمه على ايه. كويس. طيب الفكره باختصار ان احنا قدمت باقتراح ان احنا ندي اجازه اسمها اجازه ابوه. الاجازه دي مدتها 7 ايام مدفوعه الاجر سواء متصله او منفصله خلال 6 شهور الاولى من تاريخ الإجازة. تمام. المقترح ده مش بدعه، ده موجود في اكثر من 100 دوله، بعض الدول العربيه عامله، دول متوسطه الدخل، دول غنيه بتطبق الموضوع ده. طيب على النطاق العملي هنلاقي ان الكلام ده هو الواقع، يعني ده الحد الادنى من الامر الواقع. ليه؟ لان انت عندك يوم الولاده نفسها، ده ادي يوم، اليوم اللي الست ترجع فيه بيتها ده يوم تاني، يوم تسجيل الطفل في تخليص الورق، تخليص الورق ده يوم او يومين، تطعيمات يوم او يومين. فبالتالي ده عمليا ده اللي بيحصل، ده الامر الواقع. كويس. اللي بيحصل ايه؟ اما الناس يا اما بتجيبه او بتاخده من رصيد اجازات، لو ما فيش رصيد اجازات بيبقى غياب وبيخصم من اجره. فبالتالي الفكره احنا بنحط الحد الادنى للامر الواقع اللي موجود علشان نقدر نضمن المشاركه في الرعايه. طفل في الاول وفي الاخر اللي بيعنينا مش الست ومش الراجل في الموضوع ده، الموضوع مش ست وراجل، الموضوع فيه طفل لسه مولود ما عندوش اي قدره على اي حاجه، احنا عايزين نقدم له اكبر قدر ممكن من الرعايه علشان نضمن ان هو يطلع. يعني فكره السبع ايام بس. بالظبط كده. هو ده الهدف الاساسي، الهدف الاول وفي الاخر هو الطفل اللي هو بيكون لسه مولود. الست او الراجل ناس كبيره وعاقله ورشيده وعملوا اسره فيقدروا يقدروا يتكفلوا بنفسهم كويس، يعني انت فاهم. لكن الطفل ده ما فيش حد هيتكفل بيه غير بابا ومامته. حاجه ثانيه، الطفل ده مسؤوليه مشتركه، يعني في الاخر في اب وام، يعني ما مش بتاع حد فيهم. انا عايز اقول لحضرتك انا لما سمعت الموضوع دي جزئيه واصيله، ولكن اللي اثير حوالين الموضوع كان اكبر من كده بكتير. يعني اللي يقول لك بقى عايزين الراجل يتساوى بالست واجازه رعايه الاسره والكلام ده كله، يعني اخذ بعد تاني بخلاف فكره السبع ايام اللي حضرتك بتتكلم فيها. وانا مش مسؤول عن الابعاد التانية، انا مسؤول عن المقترح اللي انا قدمته. اعلاميا لازم نوضحها. انا بقول لحضرتك اهو، يعني انا مسؤول عن المقترح اللي قدمته. وبالمناسبه عايز اقول لك على حاجه، دول كثيره جدا الموضوع بيزيد فيها بيوصل لاسابيع وشهور، بس احنا بنتكلم في ظرف معين عندنا وده امر واقع. بس انتم ما عندكوش اكتر من قصه السبع ايام. المقترح اللي انا قدمته كان هو السبع ايام دول منفصلين او متصلين، لان تاني الهدف في الاول لما كلنا يا اما عندنا اسر يا اما محاطين باسر وشفنا الحالات دي. لما بيحصل مثلا عمليه تجايب ده بياثر على دخل الاسره في الاول، واحنا عارفين ان في الفتره دي بيكون كل اسره محتاجه لكل جنيه بيخش لها. فلما الراجل يجيب على الايام ويتخصم له فده امر مش جيد ابدا وبياثر على دخل الاسره. انا يعني يهمني ان انا اضمن اكبر قدر معين من الرعايه للطفل في المرحله الاولى. الحاجة الثانية هي فكرة المسؤولية المشتركة. يا جماعة احنا ليه بنبص للطفل ده ان هو بتاع الام، يعني مثلا او كان اعترف من الاثنين. بالظبط بالظبط. ما ده طفل ده ناتج عن علاقة بين اثنين، يبقى ده مسؤوليتهم هما الاثنين. الحاجة الثالثة والمهمة ان بالفعل شركات كتيرة مطبقة الموضوع ده، عاملة في مصر، يعني في شركات خاصة عدد الجنسيات خاصة مطبقة الموضوع ده وبتدي 10 ايام وبتدي اكتر كمان من كده، انت فاهمني. فاحنا لما بنبدا بنتكلم في حاجة بنتكلم حتى في الحدود الدنيا بتاعت الموضوع علشان نضمن الحد الادنى بس من الحياه الكريمه والحد الادنى من جوده الخدمات المقدمه للطفل اللي لسه مولود ده، علشان ما نسيبهوش كده يعني. طيب.